رأى مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه من المستحيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد. وقال عضو المجلس حازم محمد الرديني في بيان لها أن التوقف في عمل المفوضية ولأشهر عدة أدى إلى استحالة إقامة انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المحدد في 22 من شهر كانون الأول الحالي، مبينا أن الموعد الجديد سيكون في العام المقبل. وأضاف أن هناك إضافة لقرابة 850 ألف ناخب في سجل الناخبين، وبالتالي سيحتاج لمراجعة لسجلات المفوضية وطباعة بطاقات جديدة وتوزيعها.